السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحضر معرض الفنون التشكيلية ببيت أرامكو في منطقة جدة التاريخية. بسم الله. ما شاء الله، شوف اللوحات بعد البارح كلها صفراء سوداء. عشان تعال يحق لهم يستاهلون، والله يستاهلون. هذا لاعب اتحاد أبو فيصل، فار دمري، فار دمري. الله يحيي ولدي، انا اعتبر زي مقام ابويا. الله يجزاك خير ويرحمه. شكرا على قنصل زموري، قنصل دولة الجزائر في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة. لان مدينة جدة اعتبرها مدينة ارث عالمي لتراثها ولتاريخها. كل زقاق في المدينة انا حصل لي شرف، تلقيت دعوة رسمية من ديوان الملكي وزاروا بنا جدة تزخر بمعالمها التاريخية. نعم، وأنا فخور جدا أن أجد نفسي في هذا المكان رفقة سمو الكبرى وبرجالاتها. من رجالاتها؟ أقول الشيبان يبقى كلمة بهذا المعرض. وش يفرق عن المعرض؟ وش يميزه عن المعرض؟ المعرض نبض 7 الثاني مميز بأعضائه. هم مجموعة مخضرمة جيدة ترتقي بأعمالها الفنية، وبيت أرامكو دائما سباق في احتواء واحتضان الطاقات الفنية الإيجابية. والمعرض يدل على 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 أعمال لفنانين معروفين زي الأستاذ عبد الله الرشيدي، فنان هو رئيس المجموعة، والأستاذة سلوى حجر، وأيضا مجموعة معروفة من مناطق. أيوة نعم، من مناطق مختلفة. فالحمد لله أنهم متجمعين، وسلام الرشيد المهندس سلام الرشيد، والأستاذ حميد السنان برضه فنانة قديرة، فنانة معروفة، يعني كلهم تحت جو تحت سقف هذا البيت واحتواهم. وإن شاء الله بالتوفيق وبال يعني سمتعوا الزوار بأعمال الفنانين إن شاء الله. وأنا شاكر وقدرك بس الشهر معك. أي صار سلوى، المعرض اليوم انتباعات كثير اليوم، إيش ميزة المعرض؟ ميزة المعرض هذا نب 7، إحنا 7 فنانين مختلفين من جميع مناطق المملكة. أنا الوحيدة اللي في جدة هنا والباقيين خارج جدة. عملنا نب 7-1 في رؤى الفن عند أستاذ هشام بنجابي، وهذا رؤى نب 7-2 هنا في بيت أرامكو. حيستمر كم يوم؟ حيستمر من السبت للخميس إن شاء الله، فترتين صباحية ومسائية، من 9 صباح لوحدة الظهر، ومن 5 العصر لتسعة في الليل. إيش يميز المعرض هذا غير المناطق يعني؟ طبعاً هذا المعرض يعني في عدة مدارس مختلفة، تكنيكات مختلفة، مدارس مختلفة. أنا طبعاً بالنسبة لي هنا بالطبيعة، معروفة بالطبيعة، وأنا هنا مشاركة كله في. الله يعطيك العافية. الشكر لك أستاذ فهد، حياك الله. الله يحييك وأنت تحييبنا في معرضكم. يا سلام. نعم، أنتم من رواد الفن التشكيلي. أتشرف. يا الله يعطيك العافية. إيش يميز المعرض هذا عن المعارض الأخرى؟ يعني أنا أقول المعرض هو حلقة تواصل لمجموعة مبدعين، والاختلافات العطاءات تختلف، ولكن أنا أقول وإحنا نحتفي طبعاً باليوم الوطني وما بعد اليوم الوطني وما قبل الوطن، أنا أقول دائماً أن الذخيرة والعطاء والإبداع هو رمز من رموز الوطن، وهو التأكيد على أصالة الفنان أو الفنانة التشكيلية المبدع أو المبدعة في عطاء. كل ما كان أبدع فهذا رفعة لليوم الوطني، هذه جانب. الجانب الآخر أن هذا التجمع بالنسبة لمثل هذه العطاءات التشكيلية، أعتقد أنا جيت من الرياض وأنا أضم صوتي للجميع، للصغير والكبير، وهذه العطاءات هي منبر من منابر ثقافتنا في المملكة العربية السعودية، وهي مجموعة لا تتجاوز 8 من الفنانين وعدد من الفنانات. وأعتقد يعني أنا جيتي من الرياض إلى جدة هي مباركة لهذا العطاء،
وأدعو الجميع اليوم الأثنين عندي أمسية ما دريت عنها إلا اليوم هنا في جدة مع محمد آل صبيح في جدة إن شاء الله في جمع الثقافة والفنون الحديث عن الفن عن التجربة عن التاريخ عن حضارة المملكة العربية والانعكاس في هذه أبو أستاذ فهد سؤال تقني دائما أسأله الفنانين التشكيليين القدماء زيكم لا تقول لي علماء يعني القدماء يعني أننا نتعلم الرسم النخبة الأوائل إيه؟ كنت قليلا الآن في ثورة في الفن التشكيلي كثير شباب وشابات إيش تنظر لهذا؟ أنا أنظر أن هذه الثورة أنت تقول ثورة وهي كأنك تقول عج عج عجاج كبير كذا كيف أن تتميز العطاءات الإبداعية النخالة هي اللي بتطلع العطاءات الإبداعية الجيدة أما عملية التشابه والتأثر والأشياء كذا دائما كل مرحلة لها دور كبير ولكن أنا أقول دائما الفنان التشكيلي الصادق الذي يبحث عن ملامحه وملامحك أيها الفنان التشكيلي السعودي أن تبحث عن حضارتك وتاريخك البكر المملكة العربية السعودية هي بكارة العطاء الفن التشكيلي وهي في مرحلة عصر النهضة الذهبي لماذا أقول هذا العدد اللي قلتها آلاف من الفنانين والفنانات التشكيليات وكانوا أول يعدون على يد واحد طب إيش سببها؟ إيش سببها ظهرت كده فجأة؟ اللي هي ثورة ثقافية هذه كده أنت لما تقول والله كان الملك سلمان يتحدث الله يطول في عمره يقول أنا أتذكر من الرياض ما في شارع زفلت ما في بيت من كونكريت خرسانة والآن ما شاء الله ناطحة سحاب كده هذه ثورة النهضة الدولة العظمى اللي هي المملكة العربية السعودية ونقول الدولة العظمى ليش؟ لأنها تجمع حاجتين حلوة وطيبة اللي هي الحرمين الشريفين أليس جدير بنا كفنانين تشكيليين مبدعين نقول مبدعين إذا كنا كفوا لهذا الشيء أن نساهم في بناء هذه الثقافة لأن التطور العالم لا يبنى على التجارة فقط ولكن يبنى على الإبداع الإبداع مدير الوزير إذا كان مبدعا فهذا نجاح كذلك التعليم وزير التربية والتعليم إذا كان مبدعا هذا نجاح ولكن الاصطاف اللي تحت هذا أو يعتبرون الضفة الثانية إذا كانوا مخلصين سترتقي المملكة العربية السعودية كما يتمناها سمو ولي العهد الأمير الشاب الذكي المحنك الذي بني من تربية ملكنا الله يطول في عمر سلمان بن عبد العزيز تقريبا اول مشاركه بهذا الحجم يعني شاركت لوحات على لوحه في معارض سابقه لكن بهذا العدد او سبع اشخاص اول مره شاركت في منطقه جدا يعني انا من القصيم شاركت في الرياض كثير وفي الشرقيه لكن التواجد هنا مختلف ايضا الحركه التشكيليه هنا مختلفه جدا يعني تنوع الثقافات الموجود فيها اعطاها نظره جميلة نظرة ثاقبة للمدارس الفنية الأخرى يعني بعض المجتمعات تجاهم تكوكبة على الواقعية أو التأثيرية لكن لما تدخل العالم هنا الفاهم المدارس الفنية الأخرى كذلك الثقافة تنوعها في منطقة الحجاز عموما أعطت نظرة مختلفة أو أعطت للفنان نظرة مختلفة عن المدارس الثانية هذا لا ينكر دور المدرسة الواقعية أو التأثيرية أو التكعيبية كلها لها ثقلها ولها وزنها ولكن هي ثقافات وهي أزمنة وأوقات جميلة الفنان أنه يكون له بصمة مختلفة عن باقي الفنانين بلمسة فنية أو بملمس أو بخامة مثل هذه المدارس الحديثة الله يعطيك العافية الله يعافيك شكرا لك